غصبا عنه الواحد بده يصبر لانه جاب الاولاد وجاب بنات من شان بناته بده يتحمل المعيشه لو كانت شو ما تكون. انتوا شايفين ما تكون يعني شو يعني؟ وانا صغيره ولهلا يعني نفسي اسكن في شقه، ولو ضليت يمكن كمان عمري كله مش راح تكون الشقه اللي انا حلمت فيها ربنا اعطوني اياها الحمد لله. UN Habitat has a very important role within the United Nations, and it's mandated to look at two key issues. One of them is sustainable urbanization. This means creating cities that are livable in, where there's economic development and that have environmental quality, as well as housing for all. And housing for all means cities without slums, cities without poor housing conditions. هذا المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية والمهمة جدا بالنسبة لبلدة الخليل وبالنسبة لسكان الخليل. هذا هو بلوك واحد النافذ أمامكم والمكون من 24 شقة، وفي الدور الأرضي المشاغل ومداخل الدرج. هل سيتم استغلال هذه المشاغل للمشاريع الإنتاجية المولدة للدخل لهذه الأسر؟ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز للإسكان الخيري والمشاريع المدرة للدخل هو من المشاريع النموذجية والهامة اللي تم تنفيذها في فلسطين في مدينة الخليل بشكل خاص. الهدف الأول هو عبارة عن توفير مساكن لمئة عائلة فقيرة تعيلها نساء. هناك تواصل واقع وزيارات ميدانية حصلت، الإدارة العليا والمانجمنت لليون هابيتات في الخارج زاروا البلدية وزاروا المركز. قمنا طبعا ايضا بتمويل من اللجنه السعوديه لاغاثه الشعب الفلسطيني بناء مركز تدريب للتدريب المهني والتدريب الاداري. يعني هو فعلا احنا كنا اقل حصر. هذا قبل ايش؟ قبل ما طلع لنا الشقة، بس لما طلعت لنا الشقة انا بتصور ان احنا صرنا الاكثر حصر. هي المفاتيح اخذتهم استلمتهم انا اليوم، وانا الحمد لله الله يجزيكم الخير ويرضى عليكم كل من ساهم في المشروع هذا. انا جايه مع ماما عشان ماما تستلم الشقه. صار في عندنا دار ملك وعن قريبا راح نسكنها، وصار وان شاء الله حيصير في عندي غرفه لإلي وغرفه لاختي، ورح ننبسط مع جيراننا واصحابنا ورح نتصاحب كثير ورح نكون كويسين مع بعض، والحمد لله رح نسكنها بخير.